تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. طبعا الفضيحه اللي كشفها كابتن خطيب امبارح، لقيت اصداء غير عاديه في الوسط الرياضي وفي القنوات الرياضيه والقنوات الفضائيه، وكان في يعني هجوم شرس بعد الفضائح اللي كابتن خطيب اظهرها للجميع بخصوص تواطؤ اتحاد الكره وهاني ابو ريده وجمال علام ضد النادي الاهلي وتسليم اهالي للوداد المغربي والفوزي لقجع. خرج علينا امبارح بكل قوه وبكل صرامه ابراهيم فايق وهاجم اتحاد الكوره وكشف فضيحه وتواطؤ وتورط جمال علام في تزوير خطاب ضد النادي الاهلي علشان يخلي ساحته ويقول انا ماليش دعوه انا بريء. مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم فايق قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه اللي مشتركين بالفعل في القناه اتاكد ان انت مفعل زر الجرس ومختار كل الاشعارات. يلا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم فايق قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا عن الفضيحه والكارثه اللي حصلت ضد النادي الاهلي. يلا بينا. مؤتمر في منتهى الاهميه، هشرح وهنقف عند كل حاجه فيه، بس خليني اقول لك على مسؤوليتي. بقول لك ده مش هتسمعه يعني. كان هناك اجتماع اليوم عشان تعرف مدى العبث اللي احنا فيه. خلاص، كان هناك اجتماع داخل الاتحاد المصري لكره القدم. استاذ جمال علام طلب من الساده اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم انه يوقعوا على محضر وهمي لاجتماعهم في وقت سابق بتاريخ قديم يتم فيه تبرئه ساحه الاتحاد المصري لكره القدم وتبرئه ساحه الاستاذ جمال علام من مساله خطاب النادي الاهلي ومساله مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. فالاعضاء، انا احتفظ بالاسماء لنفسي يعني، لتدليس ده تزوير ما ينفعش نشارك فيه. الاجتماع ده ما حصلش. نمضي على ايه؟ ما حصلش. نمضي على حاجه ما حصلتش. ناس منهم اتلخبطت لان هي ما قريتش كويس. وناس تانية لما قريت هنمضي على ايه؟ قله ايه ده؟ ايه ده؟ خد بس. فاللي ما مضاش وقع اللي مضى. فالناس تراجعت. لكن ده اسمه كلام. اللي بقوله لك ده انا بطلب من الاستاذ جمال علام على الهوا يعمل بيان رسمي ينفيه. يقول لك لا ده ما حصلش. عايز اكتر من كده؟ فتحنا الساحه للناس الفتره اللي فاتت، تعالوا يا جماعه وجبنا الناس في اتحاد الكوره اشرحوا موقف الموقف في اتحاد الكوره ايه. وادينا للناس المساحه وشرحت الموقف. النهارده لما تشوف النادي الاهلي وهو بيشرح، لا لا لا، واضحه وصريحه. هذا امر له الاهلي حق فيه وبنسبه 100%. 100%. والحقيقه انه بشوف انه الطبيعي في مثل هذه المواقف انه الحاكم الناهي والقاضي الشرعي الطبيعي للمساله ديت هو السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. بشوف انه من صميم مهامه في هذا التوقيت تحديدا اجراء تحقيق عاجل فيما يتعلق بمساله نهائي دوري ابطال افريقيا. انت شايف احنا بنعمل ايه ولا لا؟ انا داخل في منتخب مصر للمدير الفني اللي مشي وهو في الطياره، قال يعني المشكله في المدير الفني، انت معايا ولا ايه؟ فاكر امبارح انا فاكر يا عم رجب ما قلت لك ايه؟ ايهاب جلال هي ايه؟ انا قايلها لك اقسم بالله ما انا عارف يعني اي حد في الدنيا عارف ان هو يمشي، قلت لك ايه؟ ايهاب جلال هي ايه؟ هيمشي بس اللي ما خططش هيعمل ايه؟ مكمل. قال لك انا الجمعيه العموميه جابتني والجمعيه العموميه مشيتني، اخبطوا دماغكم في الحيطه. مش حاجة؟ حد له شوق في حاجة؟ بس خلاص. ودي دايما الأزمة اللي احنا بنقابلها، إنه للأسف الاختيارات للأسف دايما بتوقعنا في المشكلة اللي احنا واقعين فيها دلوقتي. تخبط إداري ما ملهوش حد. تخبط إداري لأقصى درجة. تعالوا بقى نعمل اجتماع سوا، احنا قاعدين في الحوش. تعالوا نعمل اجتماع ونمضي على محضر قديم
ونقول فيه انه احنا قعدنا واتكلمنا وفصلنا وبتاع عشان خاطر النادي الاهلي نبعت له اللي بقى احنا قدام الناس. عظمك الزهرة، ايه ده؟ في ايه؟ مش للدرجه دي بقى. هل انا لازم اطلع اقول لابد من الاستاذ جمال علام ان يستقيل ويتقدم باستقالته احتراما وتقديرا لشعب مصر اللي شاف التخبط الاداري ده؟ هل انا لازم اقول كده؟ ولا لازم نعمل ايه بقى؟ ولا لازم نقعد نخاطب الجمعيه العموميه، يا جمعيه عموميه من فضلك اعملي اجتماع واسحب الثقه، نعمل كده؟ طب نعمل ايه طب يا جماعه؟ هي المشكله بقت في ايهاب جلال؟ هي المشكله بقت في الاهلي؟ هي المشكله بقت هنا وهنا؟ هل دلوقتي رحيل الكابتن الكابتن هقول لك معلومه، يعني معلومه كده بالمناسبه، يعني وكيل الكابتن ايهاب جلال كان فاكر الكابتن ايهاب جلال هنا، واول لما عرف اللي حصل ده في مداخله على الهواء كان بيحاول يكلم الكابتن ايهاب جلال عشان ما يسافرش. سافر ازاي يعني؟ واحد مقال في الطياره، فالتاني كان بيلحقه، قال له طب الحقه قبل ما يسافر، حتى الحقه قبل ما يسافر. يا جماعه في حد في الدنيا ده تفكير كوره؟ ده تفكير تخطيط؟ ده له علاقه بالكوره؟ ده له علاقه باي حد عايز يطلع لقدام؟ مستحيل. فاحنا نقعد ايه بقى؟ في نفس اللي انا بقول لك عليه ده، ارجع بقى للكلام اللي انا قلته لك امبارح. مش حاجه هتحصل. احنا هنقعد نهاتي ونقعد نحرق في دمنا ونقعد نقول لك في كواليس ونقعد نقول في تفاصيل ونقعد نقول يا الناس يا جماعه خدوا بالكم. هل احنا لازم نقول للناس يا جماعه حسوا بالناس؟ هل ده هو مطلوب؟ ولا الناس لما تشوف انه في مشكله كبيره جدا جدا هم مش عارفين يديروا؟ يا جماعه انتوا مش عارفين تديروا يا جماعه. احنا في ازمه بقالنا 3 ايام، بدل ما بتاخد قرارات حقيقيه حتى كمان يعني على الاقل يا اخي على الاقل ندعو لاجتماع او ندعو مثلا ل يعني حتى كمان السيناريو بتاع ايه؟ احنا هنعمل اجتماع يوم الخميس ونعلن فيه القرار مقبول. والراجل لعب ماتش كوريا وهو راجع في الطياره يعرف ان هو اخيل، ماشي خلاص لعب الماتش. طب انا راضي ذمتك. انا لو برنامج النهارده 6 ساعات، عندي في ال6 ساعات معلومات مش هتخلص وكله طازه بطازه بالظبط كده. داخلين الميتنج بتاع الزوم ده مع كارلوس كيروش، رحنا اتزحلق مننا مش فعندناش خطه، ما عندناش اي حاجه، فنعمل ايه؟ هوب 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 دخلوا على الناس. طب نجيب الكابتن ايهاب جلال، جابوا الكابتن ايهاب جلال يحاسب بقى الكابتن. اقسم بالله ظلم، ظلم باين، لانه صعب ان مدير فني تحكم عليه على ماتشين، وصعب انه يدير، وصعب حاجات كتير. دافع فاتوره كل العك والتخبط الاداري اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت. ولا الناس لما تشوف انه في مشكله كبيره جدا جدا هم مش عارفين يديروا؟ يا جماعه انتوا مش عارفين تديروا يا جماعه. احنا في ازمه بقالنا 3 ايام، بدل ما بتاخد قرارات حقيقيه حتى كمان يعني على الاقل يا اخي على الاقل ندعو لاجتماع او ندعو مثلا ل يعني حتى كمان السيناريو بتاع ايه؟ مش مكسوفين من نفسكم بقى؟ مش مكسوفين وحاسين ان انتوا عملتوا حاجه غلط اداريا كبيره اتفضحت النهارده واتكشفت؟ مش مكسوفين النهارده من كلام المهندس احمد مجاهد وهو بيقول لك التاريخ من يناير لفبراير دي المده، واحنا رايحين نهجص ونبعت في شهر ابريل ونشيل اسم دوري ابطال افريقيا ونهوبص ونضلل الناس ونضلل الاعلام؟ مش مكسوفين؟ لا مش مكسوفين. ليه؟ لان ده الرد بتاعهم. الرد ده اللي انتوا هتشوفوه على الشاشه دلوقتي ده رد سيادتك في بيان سري. سري ليه؟ لان انا ما عنديش الجراه ان انا اعرضه لحضرتك على الصفحه الرسميه بتاعت الاتحاد المصري لكره القدم. انا خايف، فاعمل ايه؟ ابعته للصحفيين على الجروب بتاع الصحفيين. تعال اوريكم رد الاتحاد المصري لكره القدم السري على الكلام اللي قاله الكابتن محمود الخطيب وعلى البلوه المسيحه اللي احنا بنتكلم فيها دي. الاهلي عنده حق بنسبه 1000000%، بس للاسف ضاع حقه، وفي ضياع الحقوق الم كبير. يا اخي اروح الماتش واتغلب يا اخي، العبه على ارض محايده يا اخي واتغلب يا اخي، كوره يا اخي، بس انت تضيع لي حقي ليه؟ بمرت ايه يعني؟ قاعد في مكانك عشان تعمل ايه؟ تثبت الحقوق ولا عشان خاطر تضيع الحقوق وتدعي باطلا فيما بعد انه لا ده يرضي ربنا يا استاذ جمال؟ هل ده بقى هل ده اللي يرضي ربنا؟ ان احنا نقعد الناس ونقول لهم تعالوا نعمل اجتماع وهمي ما حصلش ونمضيهم على محاضر؟ هل ده اللي ينفع؟ طب هنطلع نعتذر؟ لا، احنا يا جماعه جايين بالجمعيه العموميه مش هنمشي غير بالجمعيه العموميه.
طب احنا هنقول يا جماعه ان احنا غلطنا؟ لا احنا مش هنقول ان احنا غلطنا، احنا هنسيب الدنيا. الدنيا كانت مولعه مولعه كام يوم اللي فاتوا قبل موضوع قبل ماتش النهائي، وسايبين الاهلي يا عيني يحارب حربه لوحده، ويخبط هنا ويخبط هنا ويخبط هنا. خد بالك يعني، تعالوا نشوف الرد اللي كان في بيان سري بعت للساده الصحفيين. لا قربوا الشاشه للناس، خلوا الناس تشوف وتقرا معانا لو سمحتوا من فضلكم. ايوه كده، الله يبارك لكم في صحتكم وعافيتكم. قالك اكد مسؤولي اتحاد الكره ان اداره الاهلي تسلمت لائحه بطوله دوري ابطال افريقيا قبل انطلاقها، واللي تضمنت ان المباراه النهائيه ستقام مباراه واحده على ملعب محايد على ان يتم طلب استضافته اذا راغب اي نادي في ذلك، وهو ما لم يحدث اي وهو ما لم يحدث من اي من الانديه المصريه المشاركه في البطوله، وهي الاهلي والزمالك وقتها عكس بيراميدز. يعني بيراميدز اللي جات له المعلومه، حتى انا سالت ساعتها الاستاذ وليد عطار، يعني بيراميدز جات له المعلومه وما جاتش للاهلي؟ قال لي هم قروا الشروط، وفي الاخر طلع انه الاهلي صح، لا هو اللي بيطلب ولا بيراميدز اللي بيطلب، واللي بيطلب هو الاتحاد. وبالمناسبه هي مش مشكله الاهلي بس، لانه الاهلي والزمالك الاثنين كانوا مشاركين في البطوله الافريقيه. يا اخي ابعت يا اخي، ده في اثنين مش واحد. خد بالك يعني، هو اللي حصل انه الاهلي هو اللي كمل، لكن انت عندك اثنين، كنت هتعمل ايه بقى؟ بس اعرفك يعني هيبقى الكلام ده هو بالظبط لو الاهلي ما وصلش للنهائي، واللي وصل للنهائي هو الزمالك احمر او ابيض. اصلا الموضوع اكبر من كده، يعني الالوان بتاعتها احمر او ابيض. اصلا الموضوع اكبر من كده، يعني مش فكره بس الاهلي، هي فكره انا قاعد في مكاني بس انا مش عارف انا بعمل ايه، وساعه الجد انا هلبس اي حد، بس مش هنطلع نعتذر، هنكابر جدا. اللي بعديه قالك اكد مسؤول اتحاد الكره ان الاهلي والزمالك لم يطلبا ايضا استضافه نهائي دوري ابطال افريقيا خلال النسخه قبل الماضيه، ولكن تصادف عدم صعود نادي مغربي للمباراه النهائيه، مما يعني ان الانديه المصريه تعرف نظام البطوله ليس من قبل البطوله الاخيره ولكن من البطوله اللي قبلها. لا طبعا، هو عشان الاهلي لعب كايزر تشيفز في المغرب، فما فيهاش ما بقى ارض محايده، فالدنيا مشت على عدلتها يعني، وحتى لو كانت حصلت ما برضه غلطتكم. تعالوا نشوف ونرجع تاني، لسه في كلام تاني ولا دي؟ في واحده كمان في باراجراف تاني، هاتوا يلا هاتوا. قال لك فيما يتعلق بالخطاب المرسل لوزاره الشباب والرياضه، فذلك يكون على مستوى البطولات التي تستضيفها مصر، ولم يكن نهائي افريقيا ما بينها بسبب عدم طلب الاهلي او الزمالك استضافه المباراه، لكن بيراميدز هو الوحيد اللي وصلت له المعلومه، والاهلي ما وصلتلهوش المعلومه، لا هو ولا الزمالك اصلا. بالمناسبه ده كلام اتحاد الكوره، ماشي كده؟ اللي النهارده اتضح كم التضليل اللي فيه بالتاكيدات اللي قالها المهندس احمد مجاهد، وبالكلام اللي كشف عنه الكابتن محمود الخطيب. هنرد على كلام الكابتن محمود الخطيب؟ هنقول له بقى، هنرد بقى، طب رد منطقي. هنرد على كلام الكابتن محمود الخطيب؟ هنقول له بقى، هنرد بقى، طب رد منطقي. طيب نقول له طب نيجيريا قدمت، طب احنا ما قدمناش ليه؟ طب السنغال ما لهاش حاجه، طب قدمت ليه؟ هنرد ولا هنعمل اي حاجه ثانيه؟ طب هنتكلم كلام منطقي وكلام ناس. ادي لك واحده من على طرف المعلقه. استاذ جمال علاب في مداخله تليفونيه هاتفيه تلفزيونيه لوزعيه قال معايا، قال لك انا بوعد الانديه المصريه ان احنا بعد كده هناخد بالنا من كل التفاصيل اللي ليها علاقه بالماتش بتاع النهائي، وانه يكون موجود على ملعب محايد. استاذ جمال، استاذ جمال يا استاذ جمال، السنه الجايه هيتلعب ماتش ذهاب وعوده يا استاذ جمال. هيجيلي خرس، خرس حقيقي يعني، انه الجماعة لو ما هي اللي هتمشي، انتوا ما عملتش حاجة، حتى الاجتماع اللي كمان ما عملوش. زي ما حضراتكم سمعتوا انفعال ابراهيم فايق، على الرغم ان ابراهيم فايق زملكاوي وزملكاوي بيحب نادي الزمالك جدا، ولكن على الشاشة بيظهر بشخصية المحايد، وبيظهر يعني بشخصيه مغايره عن انتمائه، زيه زي هاني حتكوت، زيه زي كريم حسن شحاته. في بعض الاعلاميين يعني لما بيرتدوا الثوب الزملكاوي بيبان عليهم، يعني احيانا ميدو يبقى كويس واحيانا يبقى لا وهكذا، ولكن الراجل اتكلم بكل انواع الحياديه اللي ممكن تجدها
في يعني شخصيه حياديه، انا عن نفسي ابراهيم فايق بحترمه، هو وهاني حتحوت واحيانا ميدو وكريم حسن شحاته، لكن بعد كده يعني اردم اردم تراب. طبعا كابتن شوبير بيتكلم، بس بيتكلم يعني ايه، ماسك العصايه من النص. وفي بعض الاعلاميين انتوا عارفينهم يعني معاهم عليهم، ولكن خلينا في موضوعنا وفي قضيتنا، وازاي كابتن الخطيب كشف حقائق كان ناس كتير عارفاها ولكن ما كانش عندها التفصيل للجرائم اللي حصلت، لكن اللي كشفه ابراهيم فايق ده يعني فاق كل الحدود. ان كان في اجتماع من الافندي اللي اسمه جمال علام، عايز يخلي الاعضاء بتوع اتحاد الكوره يوقعوا على حاجه بتاريخ ماضي وبتاريخ سابق علشان يخلي ساحته ويقول انا ماليش دعوه، ده الخطاب اهو، على العلم ان الخطاب اصلا ما فيش خطاب. وعارفين لما يبقى واحده ممسوكه في شقه ومش متجوزه، عشان النيابه تفرج عنها يقول لك لازم جوزها يجي يضمنها، فهي مش متجوزه، يروح المحامي جايب واحد كوليشن كان ويقول له تعالى احنا هنتجوزك فلانه الفلانيه، وهنروح للشهر العقاري هنسجل البتاع ده الجواز ده بتاريخ قديم عشان تطلع بالظبط، عشان يخرجوا نفسهم من الكارثه ومن المصيبه ومن شغل القفش اللي اكنهم مسكون في شقه مشبوهه، يعملوا حاجه بتاريخ قديم علشان يخرجوا نفسهم من الورطه. ده الوصف يعني الدقيق للحدث اللي حصل ما بين التهاني ما بين جمال علام وما بين اتحاد الكوره، ان هو عايز يخرج نفسه من الورطه، فيجيب لك حاجه بتاريخ قديم ويقول لك انا هو اديني قدمت، زي بالظبط الست اللي ممسوكه ومقفوشه وعايزه جوزها يجي يضمنها وهي مش متجوزه، بالظبط نفس الامر، والمثال بالمثال يذكر. احنا في وسط عصابه، في وسط عصابه للاسف، وكل ده ويجي يقول لك الدوله بتساند النادي الاهلي، الدوله مع النادي الاهلي، ده الاهلي نادي الدوله، ده النادي الاهلي على مدار تاريخه على فكره، ده من ايام حيدر باشا، من ايام المشير اسمه ايه ده بتاع ايام جمال عبد الناصر. كل ده بقول لك النادي الاهلي نادي الدوله وبيطبطب عليه. وما خافيك انا اعظم، هانا بوريده وصبيان في اتحاد الكوره وجمال علام واحمد مجاهد كلهم متورطين في الدايره، وكابتن شوبير كان يروح يقول لجمال علام يقول له جواب على سؤال، والتاني هانا بوريده يقول له جواب اخر على نفس السؤال، يروح متصل كابتن شوبير كابتن الخطيب بهاني ابو ريده يقول له كلام، وجمال علام يقول له كلام اخر. في ايه؟ قد كده بتكرهوا النادي الاهلي؟ قد كده مش عايزين النادي الاهلي ينجح؟ ما انت عندكم انديه فاشله، سيبوا اللي ينجح ينجح، كل ده عشان ما يعني انا مش فاهم، انا مش لاقي مبرر للكراهيه الشديده للنادي الاهلي. بس فين وزير الشباب؟ مش المفروض وزير الشباب ده المموط بمحاسبة العيال دي؟ إذا كان جمال علام ولا الصبيان في اتحاد الكورة، ما تفهمونا إيه اللي بيحصل؟ فهمونا. كابتن خطيب طلع بمنتهى الأدب وبمنتهى الأخلاق وبيقول أنا ردي بابتسام على اللي بيحصل ده، يعني شر البلية ما يضحك. طبعا لو مرتضى منصور ما كان كابتن الخطيب كان طلع قال ما لذ وطاب، انت مين يا احمد، يا انت مين يا كذا، انت مين يا جمال علام يا اللي كذا، كلنا عارفين ان انت، وكان فشخهم، كان فشخهم بمعنى كلمه فشخهم. لكن الكابتن خطيب مهذب في ردوده، مهذب في طلته على الناس، بيتكلم باحترام وباسانيد وبادب وباخلاق، عمره ما اهان حد ولا عمره هيتطرق على حد، على الرغم ان في ناس بتتطرق له وبتيجي على النادي الاهلي، ولكن لما بيطالب بحقه بيطالب بحقه بادب وباحترام. ولكن إلى متى سنظل في وسط هذه العصابة اللي بتحكم مصر؟ العصابة اللي بتتواطأ على النادي الأهلي، إلى متى؟ انتهى الفيديو بتاعنا. احنا بنشكر طبعا إبراهيم فايق اللي بيتكلم بحرقة وبمرارة على اللي حصل ضد النادي الأهلي، احنا بنشكره كجمهور النادي الأهلي. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش تدعمنا بلايك وشير الفيديو. لو أول مرة تشوفني أول مرة تخش قناتي ولسه ما اشتركتش في القناة، من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس واختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.